تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية إلى ملعب واندا متروبوليتانو لمتابعة ديربي العاصمة بين أتلتيكو مدريد صاحب الأرض وضيفه ريال مدريد. ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات، بينما يحل أتلتيكو في المركز السابع ب7 نقاط. وتمثل مواجهة أتلتيكو مدريد اختباراً صعباً لكتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ظل معاناة فريقه من العديد من الإصابات، وأبرزها لحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو. وفي المعسكر الآخر يفقد الأتلتي جهود رودريجو دي بول وبابلو باريوس وشالار سوينغو ورينالدو مانداڤا وتوماس ليمار للإصابة. وخاض الميران الأخير لأتلتيكو بقية اللاعبين المتاحين بالفريق الأول، وهم 18 لاعباً تحت إمرة سيميوني، وكان من بينهم أكسل باتل وكوكي ومنفس ديباي بعد تعافيهم من الإصابة. وبعيداً عن فوز الموسم الماضي، حقق الريال انتصاره الأول في ملعب الغريم بثلاثة أهداف مقابل هدف في موسم 2018-2019. وفاز أتلتيكو مدريد مرة وحيدة بملعبه الجديد على ريال مدريد بهدف دون رد في موسم 2021-2022 عبر البلجيكي يانيك كاراسكو في مباراة لعبت بعد حسم المرينجي لقب الدوري الإسباني.